لو قال قائل ما فائدة هذا الاغتسال؟ ما فائدته؟ ماء يؤخذ من هذا العائن ويصب على المعين ثم ماذا؟ الفائدة يكفي فيها ما جاءت به الشريعة من فعله صلى الله عليه وآله وسلم ونفع الله بذلك. لكن لابن القيم رحمه الله تعليق جميل، قال رحمه الله: هذا الاغتسال من العين مما لا يناله الأطباء، ولا ينتفع منه من أنكره أو شك فيه أو سخر منه أو جربه غير معتقد لنفعه. ثم قال رحمه الله: قال لأن الإنسان إذا غضب واشتد غضبه تكيفت روحه تكيفا خبيثا كما تتكيف الحية، فإن السم كامن في لحمها وفي جسمها، فإذا تكيفت بتلك الروح الخبيثة من الغضب فإن هذا السم يخرج أكثر وأكثر. قال رحمه الله: فإذا وضعت اليد على من غضب فإن روحه تسكن وينطفئ نار غضبه. قال: ولما كانت هذه الكيفية الخبيثة تكون في هذه المواضع وهي المغابن، لما كانت تكون هذه الروح تطلب خروجا من القلب، إنما تطلبه من الخروج من هذه المواطن وهي المغابن، مغابن البدن، لأنها رقيقة ليست غليظة، وبالتالي فإن هذه المواطن لا شك أن للشيطان ارتباطا بها لما يجتمع فيها من الأوساخ. إذن هذه الروح الخبيثة التي تخرج منها النار، نار العائن، تطلب خروجا من قلبه من أي طريق؟ من تلك المغابن الرقيقة، وتلك المغابن الرقيقة للشيطان ارتباط بها. قال رحمه الله: فإذا غسلت هذه المواضع الرقيقة وصل أيضا هذا الماء إلى مصدر هذه الروح. ما هو مصدر هذه الروح؟ القلب. ثم قال رحمه الله: فإذا وصل هذا الماء إلى قلب العائن انطفأت هذه النار. يقول: حاله كحال الحية أو العقرب إذا لدغت شخصا فقتلت في الحال. قال: فإن الملدوغ والملسوع يجد راحة. لما؟ لأنه تشفى من عدوه بقتله أمامه. يقول: فتقوى طبيعة بدنه البشرية على هذا الألم، ومن ثم تدفع هذا الألم.